بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل رب زدني علما. نواصل تصميم الأعمدة القصيرة المحملة محوريا، والضغط هو المتحكم. وسبق وذكرنا أن الضغط المتحكم يعني أن تأثير القوى المحورية على العمود أكبر من تأثير العزوم المتولدة على لا مركزية هذه الأحمد. المعطيات للعمود: البيو 2200 كيلو نيوتن، الانيو 200 كيلو نيوتن في متر، FC 28 ميجا باسكال، FY 350 ميجا باسكال. تايب كالومن: المطلوب تصميم مقطع العمود والتأكد من مقاومته للأحمد. إذن مثال يعني ستاندرد عادي. نبدأ بالخطوات. في أول خطوة طبعا حساب أبعاد المقطع. أول خطوة يجب أن نحسب حساب أبعاد المقطع، ويحصل أبعاد المقطع من هذه المعادلة. وكما سبق وذكرنا هناك ثلاث حالات يمكن استخدامها لحساب، أو ثلاث طرق لحساب مساحة مقطع العمود. هذه إحدى المعادلات وتعتبر من أوثق وأفضل المعادلات. البيو على 0.5 FC-. 0.5 يعني أن العمود، أن مقطع العمود، أن الخرسانة في العمود تتلقى 50% من الأحمال، بينما 50% الثانية من البيو يتلقى حيد التسليح. كل ما زادت هذه القيمة كل ما كان مساهمة العمود في تلقي الأحمال أكبر مقطع العمود، وكان مساهمة الحديد أقل، والعكس بالعكس كما سبق وذكرنا. إذا بتطبيق هذه المعادلة ينتج لدينا أن الاي كروز يساوي 157000 مليمتر مربع، 157000 مليمتر مربع. بالقسمة على طبعا يكون اختيار مقطع العمود ابتداء من 200 ملي وانتهاء حتى ب 400 ملي او حتى ب 600 ملي حسب الحمولة المسلطة على العمود وحسب قيمة هذه القيمة. اخترنا هنا 250 وقسمنا الناتج على 250 فطلع على البي 250 فنتج الاتش 650، فكان الاتش 650. نذهب بعد ذلك لحساب. اذا هذا مقطع العمود، وسنتاكد من مقاومه العمود في بهذا المقطع للحمل بعد انتهاء التصميم. الخطوه الثانيه هي حساب لا مركزيه الاحمال، حساب لا مركزيه الحمل. الاي تساوي الاميو على البيو حتى نحدد ما نوع العمود. هل العمود هذا يتلقى الاحمال، نعتبر ان الاحمال التي تصمم على العمود احمال محوريه فقط ونستخدم معادله الحمل المحوري في التصميم، ام نعتمد ان هذا المقطع ضغط متحكم وبالتالي نستخدم معادله ويتني او المعادله الثانيه، او انه شد متحكم ونصممه بطريقه الشد المتحكم. الناتج طبعا الاي تساوي الاميو على البيو 200 على 2200 فنتج 91 ملم. اذا 91 ملم ازاحه. مقارنة الازاحه بالاي مينيموم، الاي مينيموم تساوي 0.1 في اتش، يعني اما 0.35 0.03 في اتش في تثبيت بايضا 15، والناتج 350 ملم مربع. الحمد لله رب العالمين. والإيمينيوم الثانية اللي هي 10% من مقطع العمود وتساوي 0.1 في 650 وتساوي 65، نعتمد الأكبر اللي هي 65 كإتش مينيموم ونقارنها. إذا الإيمينيوم أصغر من الإي، الإي 90 أكبر من الإيمينيوم 65، والإي أصغر من الدي على 2، الدي على 2 تساوي 295. إذا ضغط متحكم، معناته أن الضغط هو المتحكم، حمل محوري ولكن الضغط هو المتحكم. الإي تقع في ضمن اشتراطات الضغط المتحكم، الإي أكبر من الإي مينيموم وأصغر من الدي على 2. نواصل التصميم. طبعا هذه قوانين الإي مينيموم وهذا قانون الدي معروف لدينا. نحسب الحمل الأقصى، أقصى حمل يتلقاه العمود، الحمل الأسمى يسمى. نقسم البيو على، نخفض، ندخل معامل خفض المقاومة على البيو، ندخل معامل خفض المقاومة اللي هو 0.65، فينتج أن الحمل 3385 كيلو نيوتن. إذا هذا الحمل الأسمى هو البي إن.
بعد ذلك نستخدم معادلة وتني. معادلة وتني لا يمكن نستخدمها إلا بوجود البي إن وليس البي يو. نعوض في المعادلة فينتج الناحية التسليح 1330 1330 ملم. طبعا البي في الاتش في الاف سي داش على 3 في اتش في اي على دي تربيع زائدا 1.18 زائدا الاي اس مجهول نيود الاي اس في 350 الاف واي على الاي مقسوما على الدي ناقصا الدي داش زائدا 0.5 الناتج 1330 ملم مربع. اذا الناتج معانا حي تصيح 1330 متر مربع للاتجاه الواحد لاحد جوانب العمود. لايجاد الاي اس تي، الاي اس تي تساوي 2 في اس داش او 2 في الاي اس. اذا 2 في الاي اس داش تساوي 2660 ملم مربع. نتاكد من ان هذا الحديد الناتج لدينا نسبه حيل التسليح تدخل ضمن اشتراط الكود الامريكي. ضمن اشتراطات الكود جميع الاكواد تقريبا تشترط هذه القيمه لحديد التسليح اكبر من 0.1 واصغر من 0.8%. الروجي تساوي الاي اس تي على الاي جروز مساحه حيد التسليح على مساحه المقطع. وانت لدينا مساحه المقطع المعتمد 1662000 وناتج القسمه ان الروجي يساوي 1.0164 اذا اكبر من 0.1 واصغر من 0.8 نختار 8 قطر 22 قسمه حيد التسليح على قطر 22 يعطينا 8 اسياخ قطر 22. بعد ذلك نتاكد الان نحن صممنا العمود وانتهينا من تصميمه حسبنا ابعاد المقطع واعتمدناها 250 في 650 وحسبنا حديد التسليح واعتبرناه 8 قطر 22. ممكن نغير القطر، ممكن احول القطر الى قطر 20 او قطر 18، ولكن في هذه الحاله سيزيد عدد ايش؟ عدد الاسياخ وهذا طبيعي. انا اعتمدت هنا 8 اسياخ قطر 22 في كل جهه 4 اسياخ. نذهب للتاكد من مقاومه العمود للاحمال المسلطه عليه. من الشرط الاساسي للمقاومه في الخرسانه المسلحه الفاي بي ان يجب ان يكون اكبر من البيو، ونفس الشيء في العزوم الفاي ام ان يجب ان تكون اكبر من الام يو اثناء التصميم. اذا نتاكد من قدره تحمل العمود، نقوم بحساب هذه المعادلة البي ان تساوي السي سي زائدا السي اس ناقصا التي. هذا البي ان تكون في هذا الاتجاه وبالتالي تساوي سي 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 زائدا السي اس ناقصا تي. اذا هذه المعادلة التي سنعمل عليها. نعوض على السي سي 0.85 اف سي داش في بي في اي يبقى الاي مجهول. السي اس تساوي 1300 الاي اس اس داش سبق وحسبناه. الاف اس اللي هو الاف واي يساوي 350 0.85 في اف سي داش 28 ناتج 4.3 اصفار. التي طبعا تساوي 1330 في اف اس. الاف اس سنتركها ايضا مجهوله هنا ثم نعوض فيها نستخدمها ونعوض في المعادله الثانيه للحصول على البي ان. اذا هذه المعادله هي معادله الاتزان. بالتعويض عن هذه القيم في هذه المعادلة ينتج لدينا أن البي إن واحد يساوي 5000 هذه القيمة 5950 زائدا هذه القيمة زائدا هذه القيمة. هذه المعادلة رقم واحد، هذه المعادلة رقم واحد. نذهب للمعادلة رقم اثنين. إذا من المعادلة رقم واحد سنوجد الـ A والـ FS ونعوض في المعادلة الثانية ونحصل على بي ان. من المعادله الاولى ومن المعادله الثانيه يجب ان تكون قيمه البي ان من المعادله الاولى ومن المعادله الثانيه قريبه جدا لاعتماد المقطع. اذا نذهب للخطوه الثانيه وهي اخذ العزم حول مركز حديد التسليح. هذا كان شرط هذا الاتزان، معادله الاتزان حول المحور اكس. اذا حول المحور اكس وهنا العزم حول مركز حديد التسليح الام تي تساوي الصفر. الاي داش طبعا تساوي الاي زائد الدي ناقص الاتش على 2. البي ان من هذه المعادله من معادله الاتزان حول مركز حيد التسليح هنا ناخذ المعادله هنا حول مركز حيد التسليح. اذا تساوي السي سي في دي ناقص اي على 2 زائد السي اس ناقصا دي ناقصا دي داش
وكل هذا مضروبا في زائدا البي ان، زائدا البي ان هنا في اي داش، في اي داش. اذا ينتج عندي البي ان تساوي واحد على الاي داش، طبعا قسمنا على الاي داش الطرفين لتبقى في هذا، ليبقى في هذا الجنب بي ان فقط. اذا البي ان في واحد على الاي داش تساوي السي سي في دي ناقص على 2 زائدا السي اس في دي ناقص دي داش. نعوض عن الاي داش ونعوض عن القيم السابقه في المعادله السابقه، نحصل على المعادله رقم 2 بمجهول واحد، بمجهول واحد وهو ال A والبي ان 2. اذا نعوض عن ال A بقيمه في هذه المعادله نحصل على البي 2، نعود نعوض على ال A وال F S داش في المعادله رقم 1 نحصل على البي ان 1. اذا وقت قاربت هذه نعتمد المقطع. اذا نستخدم لحساب قيمه ال A نستخدم القانون العام ونعوض، طبعا معروف موضوع القانون العام سبق واستعرضناه في الامثله السابقه. ينتج ان ال A تساوي 601، ال A تساوي 601. نذهب لحساب السي تساوي 601، السي تساوي الاي على البيتا 1 معروف. اذا السي تساوي 601 على 0.85، البيتا 1 تساوي 0.85 اذا كان الاف سي داش اقل من 30، الاف سي داش لدينا 128، اذا زاد على 30 لدينا معادله في خرسانه واحد نستخدمها. اذا تطلع السي تساوي 707، 707. نحسب قيمه هذا الحديد الاف اس، اذا الاف اس تساوي الدي ناقص السي على السي في 600، ينتج انها تساوي الاف اس 1630 ميجا باسكال. اذا نستخدم اليو الاف اس بشرط، شرط ان تكون اصغر من هذه القيمه، الشرط ان تكون اصغر من الاف واي، شرطها ان تكون اصغر من الاف واي. اذا نستخدم هنا الاف واي طلعت 1630، نستخدم كم؟ 350 على الاف واي. نعوض في المعادله رقم 1 عن قيمة A أو C، فنحصل عن نعوض عن قيمة A نحصل على المعادلة رقم 1 عن قيمة A 601. ننتج لدينا أن البي إن 1 تساوي 3540 كيلو نيوتن. إذا هذا البي إن 1. نذهب للمعادلة رقم 2 ونعوض عن قيمة الـ A أيضا، نحصل عن البي 2 تساوي 3550. إذا البي إن تساوي تقريبا البي ان 2، بي ان 1 وبي ان 2 متقاربه جدا، القيم متقاربه جدا. اذا نعتمد البي ان الاكبر منهم نعتبرها هي البي ان، وبالتالي تكون البي ان عندنا تساوي 3550، نضربها في الفاي 0.5 معامل خفض المقاومه فنحصل على 2310 كيلو نيوتن، وهذه القيمة طبعا أكبر من البيو المعطاة 2200 كيلو نيوتن. إذا الفاي بي إن مقاومة المقطع الأحمال المسلط عليه والعزوم أكبر من البيو المسلط عليه، إذا نعتمد المقطع وحديد التسليح. إذا لم يتحقق هذا الشرط، إذا لم يتحقق هذا الشرط نعود لتغيير كما سبق وفعلنا، نعود لتغيير أبعاد المقطع أو نزيد من حديد التسليح. إذا نعتمد المقطع ونذهب للشرط الأخير وهو المسافة، المسافة المطلوبة بين الكانات القيمة الأصغر من 1 16 قطر الحديد الرئيسي، 2 48 قطر الكانات، 3 البعد الأصغر للعمود. إذا القيمة الأولى 16 في 18، اعتمدنا 18 على التسليح تذكرون، تساوي 288، 2 48 في 100 في 10 قطر الكانات تساوي 480، والقيمة الثالثة عرض العمود البي كم؟ 250. إذا نأخذ المسافة بين الكانات 250. بذلك نكون قد انتهينا من تصميم العمود ونعتمد المقطع وحديد التسليح. إذا لتلقى هذا العمود يتلقى الأحمال بشكل مثالي بالأبعاد المعطاة 25 سنتي و 65 سنتيمتر للبي والإتش، وحديد التسليح 8 قطر 22. وفقكم الله وكان في عونكم، والسلام عليكم.